الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم أنيس مروش من قناة صادي ويت أنيس مروش. نكمل في دروس الوحدة الخامسة، تطور جملة ميكانيكية ولا باختصار الميكانيك. اليوم إن شاء الله ندخل في الدرس اللي أيضا يشكل هاجس للتلاميذ، واللي هو ماذا؟ درس دراسة حركة القذيفة. لكن قبل السير والمرور في الدرس رايح نتحدث على ملاحظتين. إنه إن شاء الله رايح نعمل مسابقة في القناة، والمسابقة سؤالها بسيط جدا وصعب جدا في نفس الوقت، هو تحديد العمر الخاص بي، أي أنا أنيس مروش العمر الخاص بي ما هو. ما عليكم إلا ماذا؟ ما عليكم إنكم تشاركوا في التعليقات العمر انتاعي، والفائز ولا أول شخص يجيب العمر الصحيح رايح ماذا؟ رايح نعطيه في الكومنتس اللي الفيسبوك تاعي الشخصي، بحيث رايح نتصل به ونساعده في البكالوريا الخاصة به من اليوم أو من يوم انتهاء المسابقة وعرض الفائز في الفيديو القادم إن شاء الله. رايح نساعده حتى ماذا؟ حتى الوصول إلى شهادة البكالوريا. دونك ما تفوتوش العرض، عرض رائع، عرض ليس له مثيل. اذا ما عليكم ماذا الا الذهاب الى الكومنتس او الكومنتير وترك العمر الخاص بي، فالفائز ماذا؟ نعطى له الفيسبوك الخاص بي ومتابعته والاتصال به ومتابعته خلال البكالوريا بما اقدر او بما اتوصل اليه. مفهوم علينا؟ اذا الفائز يعرض اسمه او اسم الفيس او اسم اليوتيوب الخاص به في ماذا؟ في الفيديو القادم ان شاء الله. هذه الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية هي يا جماعة ما رانيش نلقى تفاعلات في الفيديوهات اللي راني نخدمها، ماذا بيا؟ لايك. تفرجتي الفيديو دير لايك، بالطبع إذا عجبك المحتوى دونك ما تنساوش ديروا لايك. إذا كملنا الملاحظتين، إذا قلنا اليوم إن شاء الله عندي درس جديد وهو دراسة حركة القذيفة، ورايحين نديروا كما درسنا دراسة حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية، ودرسنا ماذا؟ درسنا ماذا؟ درسنا حركة السقوط الشاقولي الحقيقي، ودرسنا ماذا؟ درس حركة السقوط الشاقولي الحر. درسناهم دراسة مفصلة على الحذافير، فقط عليكم بالذهاب إلى القناة ثم بلاي ليست أو اللوائح، والذهاب إلى البلاي ليست على الميكانيك تجدون الميكانيك من الصفر إلى الياء مرتب الدروس. إذا ماذا؟ راح ندخلوا في دراسة حركة القذيفة، وكما درنا في دراسة حركة السقوط الشاقولي الحقيقي أو دراسة السقوط الشاقولي الحر، درنا دراسة تجريبية ودراسة نظرية، نفس الشيء راح يديروه ماذا؟ مع دراسة حركة القذيفة ماذا؟ دراسة تجريبية والدراسة النظرية. لكن قبل المرور في هاتين الدراستين، أول حاجة نتعرفوا على مميزات الجسم المقذوف، أي كيف نميز أن هذا الجسم قذف أو مقذوف؟ ركز معي. إذا واحد، أهم مميزات الجسم المقذوف، أي متى نسمي جسم أنه قذف وكتاش راني قذف جسم. أول حاجة وألف اللي يتميز بها الجسم المقذوف وهي السرعة الابتدائية الغير معدومة. لاحظنا في السقوط الشاقولي الحقيقي السرعة الابتدائية تساوي صفر، أي معدومة، دونك لا فيتيس ماذا؟ تساوي لي صفر. أيضا في السقوط الشاقولي الحر رأينا أن السرعة ماذا؟ أيضا معدومة. لكن في القذف عندي السرعة الابتدائية غير معدومة، أي لن يسمى الجسم لن يسمى الجسم أنه جسم مقذوف إلا وإذا كانت له سرعة ابتدائية، أي ماذا؟ سرعة ابتدائية له معلومة، أي سنقذفه هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا، المهم توجد سرعة ابتدائية في صفر لا تساوي صفر، في صفر لا تساوي صفر، هذه قذيفة ما كانش فيها هضرة. في صفر تساوي صفر هذا إما شاقولي حقيقي أو شاقولي ماذا؟ حر. إذا أول حاجة تميز ماذا الجسم المقذوف وهو السرعة الابتدائية هضرنا فيها الغير معدومة، أي لها قيمة معينة. نروح الآن إلى باء وفيه كلام كثير. زاوية القذف ألفا، حينما نقذف نحن نقذف بزاوية، فحينما نقذف هكذا ليست زاوية التي نقذف بها هكذا، وليس الزاوية التي نقذف بها هكذا، وليس الزاوية التي نقذف بها هكذا، وليس الزاوية التي نقذف بها هكذا، إذا الزاوية تختلف. إذا ما هي الزاوية هذه؟ زاوية القذف، كيف نتعرف عليها؟ وهل هي محصورة بين قيمتين أو لا؟ سنتعرف عليه. إذا ثاني ميزة للجسم المقذوف هي زاوية القذف ألفا، أي حينما قذفته زاوية القذف كانت كم تساوي؟ إذا سنتعرف على ما هي زاوية القذف. هي الزاوية المحصورة بين شعاع السرعة الابتدائية في صفر. دايما شعاع السرعة الابتدائية يعطى في التمرين ورايح يرسمه لك في صفر أو يعطى لك وسترسمه. مفهوم علينا؟
رايحين نشوفو كي يعطيهولك، كي يعطيهولك كيفاش تخرج الزاويه، ولا يعطيك الزاويه وانت تخرجها. مفهوم علينا؟ اذا ركز معاي. اذا ماذا زاويه القطب في الفا؟ هي الزاويه المحصوره بين شعاع السرعه الابتدائيه. اذا زاويه محصوره بين شعاع السرعه الابتدائيه والافق، الافق او المستوي، الافق او المستوي، وتكون محصوره بين صفر وبي على 2. بي على 2 ماذا معناه؟ 90 درجه. معناها ما تفوتش، ما تفوتش الزاويه القائمه بي على 2. معناها راح تكون ماذا؟ من صفر ثم 9 ثم 9 ثم تزيد حتى بي على 2. اذا لا، اذا واش قلنا؟ زاويه القذف هي زاويه المحصوره بين شعاع السرعه الابتدائيه في صفر والافق او المستوي، وتكون محصوره بين صفر وبي على 2. معناها ما راح تكون سالبه، معناها اقل من زيرو، وما راح تفوت بي على 2، معناها ما راح تفوت 90. اذا ركز معايا راح نشوفوا امثله وفي نفس الشكل، في نفس ماذا؟ في نفس في نفس الوقت راح نحدوا انواع القذف. هيا ركز معايا، نبداو بالحاله الاولى، القذف المائل. القذف، القذف المائل، ركز معي. ها هي ماذا؟ دائما ماذا؟ ها هو شعاع السرعه الابتدائيه تاعنا في صفر، قذف مائل. مفهوم؟ قذف مائل معناها ما راحو هكا، ما راحو هكا، هكا، قذف مائل. مفهوم علينا؟ اذا ركز معي، شعاع السرعه الابتدائيه يكون ماذا؟ راح يكون هكذا. وقلنا ماذا؟ نرسم الافق. الافق هو مستقيم افقي يشمل ماذا؟ يشمل مبدا شعاع السرعه الابتدائيه. ما تجيش ترسمو لي هنا، وما تجيش ترسمو لي هنا، وما تجيش ترسمو لي هنا. الرسم يشمل ماذا؟ يشمل بدايه شعاع السرعه الابتدائيه. درك نجيو نحدو الفا تاعنا واش هي؟ الفا قلنا ماذا؟ هي ماذا؟ هي محصوره بين شعاع السرعه والافق. يجي تلميذ يقول لي استاذ عندي هذه هنا الزاويه هذه محصوره بين الافق وشعاع السرعه الابتدائيه. يجي تلميذ يقول لي استاذ ها هو شعاع السرعه الابتدائيه وهو الافق، قادره تكون هذه. اذا ماذا وحنا واش قلنا؟ تكون محصوره بين صفر وبي على 2. اذا ها هي زاويه ماذا؟ زاويه القذف. خاطر كون نديها هذه الزاويه راح ديباسي وشي؟ راح ديباسي بي على 2، ورانا خرقنا التعريف. اذا اعيد شرح زاويه القذف، وخاصه في الحاله الاولى اللي هي كانت القذف المائل. ركز معي، زاوية القذف عفوا هي الزاوية، التعليم متعب هي لكن ممتع في نفس الوقت، هي الزاوية المحصورة بين شعاع السرعة الابتدائية في صفر والأفق المستوي. وهناك شرط خاص على زاوية القذف، انه ماذا؟ انه الزاوية تاعك ما راحش تفوت، تكون محصورة بين صفر وبين 2. معناها موجبة، معناها يا تدي الزيرو وطلع، وما تفوتش 90 درجة اللي هي بين 2 بالراديان. إذا خذينا أمثلة، وفي نفس الوقت راح نتطرق إلى حالات القذف الممكنة. إذا عندي القذف المائل، إذا ما راه هكا أفقي، ما راه هكا شاقولي أو نحو الأعلى أو صعود. إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ إنما مائل. إذا مفهوم مائل، ركز معي، انتبه، ركز معي، تبع معي. إذا تبع معي، بين شعاع السرعة الابتدائية في صفر والأفق المستوي، وتكون محصورة بين ألف وصفر بين 2. إذا نقول القذف المائل، إذا في صفر وبي. يأتي تلميذ، إذا أول حاجة رسم ماذا؟ رسم الأفق. فالأفق دائما يجب حينما يرسم يكون أفقي ويشمل مبدأ شعاع السرعة الابتدائية، هذا هو الأفق. إذا يختار التلميذ، يختار هذا أو هذا، إنما ماذا؟ إنما الزاوية قلنا ماذا؟ شرطها تكون محصورة بين صفر وبي على 2، معناها ما تفوت 90 درجة. إذا هذه هي زاوية القذف وليست هذه. لماذا؟ لأن هذه زاوية منفرجة وماذا؟ مقدرة ماذا؟ بأكثر من 90 درجة. إذا هذه الحالة الأولى، القذف المائل. الآن ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى القذف الشاقولي، أي نقذف جسم ماذا؟ نحو الأعلى. مفهوم؟ مفهوم علينا. إذا ماذا؟ قذف شاقولي كالعادة. ها هي الزاوية، الزاوية ماذا؟ الزاوية عفوا السرعة الابتدائية في صفر، ولدي ماذا؟ ولدي الأفق. كالعادة يجب رسم ماذا؟ الأفق، وهو يشمل ماذا؟ ويشمل مبدأ شعاع السرعة الابتدائية، ويشمل مبدأ شعاع السرعة الابتدائية. إذا ما هي ألفا؟ إذا ها هي ألفا، هنا ماذا تساوي؟ بي على 2. صح قلنا راها محصورة بين صفر وبين 2، لكن قلنا ماذا؟ يمكن أن تساوي بي على 2 ويمكن أن تساوي صفر في نفس الوقت. إذا هذا قذف شاقولي، معناها كي تعود عندك زاوية القذف تاعك 90 درجة أو بي على 2، راه ماذا؟ يكون عندك قذف شاقولي، أي ماذا؟ قذفنا جسم نحو الأعلى. نروحوا الآن إلى القذف الأفقي. ها هو شعاع السرعة الابتدائية ماذا؟ أفقي، وفي سقوط وفي القذف عفوا الشاقولي تكون نحو الأعلى.
أما في القطف الأفقي شعاع السرعة الابتدائية أيضا يكون أفقي. إذا ماذا حينما نرسم نرسم الأفق راح يكون لي ينطبق لي ماذا؟ راح ينطبق لي ماذا مع شعاع السرعة الابتدائية. إذا ماذا هنا ماذا؟ إذا قلنا هي المحصورة بين الأفق وفي صفر، إذا لا توجد زاوية ماذا؟ محصورة بين ماذا؟ إذا ألفا نساوي 30، لا توجد زاوية محصورة بين في صفر أو لا ليس لها قيمة، إذا ماذا تساوي؟ الصفر، وهنا يسمى القذف الأفقي. أيضا هناك حالة ممكنة يمكن أنكم تصادفوها، وهو مثلا حينما يقول لي شعاع السرعة الابتدائية هكذا، إذا ها هو في صفر، إذا ماذا؟ رايح ماذا؟ رايح نقذف هكذا. أو يعتبر مائل هذا ماذا نفس هذا يا اخي، هذا هاك مائل وهذا ايضا مائل، شوف نقصف مائل نحو الاسفل، مفهوم علينا؟ اذا ماذا ركز معي، اذا دائما نرسم الافق ويكون ماذا يشمل مبدا شعاع السرعة، اين هو مبدا هذا او هذا؟ هذا ويكون افقي. اذا ها هو، اذا اين هي الزاويه؟ اذا نحتار ناخذ هذه او هذه، قلنا الزاويه دائما تكون محصوره بين في صفر والافق، اذا عندي زاويتين محصورتين بين الزاويه شعاع السرعه الابتدائيه والافق، هذه او هذه، لا قلنا ماذا؟ محصوره بين صفر وبين اثنين، هذه زاويه منفرجه والقيمه تاعها راح تكون تفوت لي بين اثنين، اذا ها هي ماذا؟ ها هي زاويه تاعنا الفا لهنا في هذه الحاله. اذا اعيد وابسط التلاميذ للفهم الاكثر. لدي الجسم المقذوف، إذا ماذا يتميز بخاصيتين؟ الخاصية الأولى وهي ماذا؟ وهي السرعة الابتدائية، فلن يسمى جسم مقذوف وإذ لم كانت إذ لم يتكن ما له ماذا؟ إذ لم تكن له سرعة ابتدائية، إذا لازم تكون ماذا سرعة ابتدائية غير معدومة، هذا هو الشرط. ثاني شرط وهي زاوية القذف ألفا، لأي جسم مقذوف يتميز أو قذف بزاوية معينة، مفهوم علينا؟ إذا زاوية القذف ألفا هي الزاوية المحصورة بين شعاع السرعة الابتدائية في صفر والأفق والمستوي. إذا ماذا؟ إذا ها هي، إذا ها هو شعاع السرعة الابتدائية وها هو الأفق، إذا ها هي ألفا. ها هو شعاع السرعة الابتدائية وها هو الأفق، إذا ها هي ألفا. ها هو شعاع السرعة الابتدائية وها هو أفق، إذا ألفا هنا تساوي صفر. ها هو الأفق وها هو شعاع السرعة الابتدائية، إذا ها هي ألفا. قلنا نحتار نأخذ هذه أو هذه. هنا في هذه الحالة نفس الشيء، إذا نحتار نأخذ هذه أو هذه، دائما زاوية ماذا؟ زاوية القذف تكون محصورة بين صفر وبين اثنين، معناه ماذا؟ راح تكون مش هذه ومش هذه، معناها راح تكون ديما أقل من بي على اثنين، وشفنا القذف المائل ها هي ألفا كيفاش تكون، وها شفنا القذف الشاقولي نعم هو الأعلى، وشفنا القذف الأفقي ها شو السرعة الابتدائية كيف يأتي، وشفنا مدى هذه الحالة الممكنة وقلنا نستطيع اعتباره مائل. إذا مفهوم علينا، ركز معي، وقلت لكم ملاحظة ديما ماذا؟ شعاع ماذا؟ الأفق دائما يكون ماذا؟ يشمل مبدأ ماذا؟ يشمل مبدأ شعاع السرعة الابتدائية، يشمل دائما مبدأ شعاع السرعة الابتدائية، يشمل دائما مبدأ شعاع السرعة الابتدائية، يشمل دائما مبدأ شعاع السرعة الابتدائية. هكذا نكون كملنا رقم واحد أهم مميزات الجسم المقذوف. الآن نروح إلى الدراسة اثنين، الدراسة التجريبية اللي هي مهمة بزاف وخاصة في القذيفة، هيا مع بعضنا.